العربية والعربي يثير اهتمامي لأن هؤلاء هم جيراننا، ومن حيث المبدأ يجب أن يهم هذا الموضوع الجميع، حيث أن القرارات التي يتم اتخاذها هناك ببساطة تلقي بتأثيراتها علينا جميعا. كانت استقالة رئيسنا السابق من منصبه لدينا بمثابة الحلم. أجد أنه من المثير للغاية أن أكون متواجدة شخصيا بمثل هذه الأحداث التاريخية، كما أود ببساطة التمكن من معرفة أسباب تطورها من خلال الحوار معه. أبلغ من العمر 29 عاما، وهذه هي المرة الأولى التي أشعر بها بكوني تونسية، تونسية حقيقية. إن تعزيز المجتمع المدني هو من إحدى واجبات مؤسسة كونراد أدنوار، والتي هي جزء من الأكاديمية الألمانية للصحفيين الألمان والعرب، حيث يتبادل الشباب هنا القضايا الإعلامية الحالية، ويتمكنون في هذه الأكاديمية من خلق إنتاج إعلامي مشترك يدور حول الربيع العربي. توجد لدي قناعة تامة أن مستقبل الاتحاد الأوروبي وأوروبا يرتبط ارتباطا وثيقا بالتطورات القائمة في الوطن العربي، وأنه من المهم جدا معرفة كيف تسير الأمور هناك. حين تعايش تواجد الشباب في الساحات بالقاهرة كما أتيحت لي هذه الفرصة، يمكنك أن تشعر برغبة الشباب الحالية في العيش تحت ظل الديمقراطية في دولة تحترم كرامة الإنسان، وهنا ينبغي لنا أن نساعد كأوروبيين في الاتحاد الأوروبي وألمانيا وكمؤسسة كونراد أدنوار شتيفتونغ، وينبغي علينا بذل ما باستطاعتنا من أجل تعزيز وتحقيق التسامح والديمقراطية والحرية والعدالة. فبالنسبة لنا النظام القانوني هو شيء مهم جدا. Und Recht. Die Rechtsordnung ist sehr wichtig zu werben. إن السياسة العربية في المنطقة تتزايد أهميتها كما تتراءى أيضا من وجهة نظر خبراء آخرين. أنا أقدر أنه من الحاسم أيضا تواجد أطراف فاعلة أخرى لا تنتمي للمؤسسة الحاكمة، وأعتقد أنها تسير في التقريب بين الناس على طرفي البحر الأبيض المتوسط، حيث تواصل الناس سابقا عبر الرحلات البحرية وكل شيء، إلا أنه كان يوجد خط يفصل الطرفين فلا يعرفون إلا القليل عن بعضهم البعض. لذلك أعتقد أن كل المبادرات من قبل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تجمع الناس هي بالغة الأهمية. لقد خضت الكثير من النقاشات مع صحفيين عرب وألمان. إن تونس نموذج جيد للمنطقة، فالانتخابات تمت بهدوء، تقبل الناس النتائج وتعاونت الأحزاب. إنه حقا الربيع في تونس. لقد تعلمت الكثير من المهارات الصحفية، كما أنني تعلمت أيضا الكثير حول التجربة الألمانية في الثورة السلمية وكيف تمكنوا من توحيد البلاد، ورأيت أيضا الشباب بين حكومة ألمانيا الشرقية ومصر كمثال أمن الدولة، وكيف يتم التعامل مع الأرشيف حيث سمح لي بمقابلة نائب الدولة ورئيسها والتعرف عليهم. لا ينبغي لنا أن نقع في نفس الخطأ، أن نغفل عن الفرص التي يمكن أن تنشأ وتتواجد أثناء النزاعات الصعبة كالتي تتواجد الآن بهذه البلدان، وعلى حد سواء بداخل البلدان نفسها وأيضا علاقتها ببلدان أخرى. إن ذلك أكثر من مجرد ظاهرة عارضة أو حالة مشروطة بحد ما، بل هي ترتبط بجوهر التطور التغيير الحاصل حاليا في العالم العربي، حيث تكتشف تلك الفئات الاجتماعية نفسها لتؤخذ على محمل من الجد وتصمم معاييرها الخاصة لتطالب بفرض على السلطات الحكومية. sich selber entdecken und ernst nehmen und ihren Gestaltungsanspruch auch gegenüber staatlichen Autoritäten geltend machen. يمكن أن تشكل هذه الفئات الاجتماعية من الأكاديميين والسياسيين أو الصحفيين، وبدورهم يخدم هؤلاء مجتمعاتهم بشكل مضاعف. تلك الحلقات الدراسية يتزايد تنظيمها في ألمانيا من قبل غابرييلا باومان. نحن نبتغي مساعدة هؤلاء الناس، وأيضا نبذل قصارى جهدنا بهذه الحلقات الدراسية لتعليم أساسيات الثقافة السياسية وأساسيات التربية المدنية ومبادئ تأسيس الأحزاب السياسية، ولكن أيضا من خلال العمل مع وسائل الإعلام في ألمانيا. weiter ausbilden können.
إن مؤسسة كونراد أدنوور ضاعفت تنظيم الندوات والفعاليات والحلقات الدراسية وغيرها من الأحداث في مكاتبها خارج ألمانيا، إضافة إلى مكاتب جديدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أظهرت ميل المؤسسة للحركات السياسية الراهنة في المنطقة. إن الربيع العربي سيستمر بالحصول على الدعم من مؤسسة كونراد أدنوور.